ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وورلد، زي ما وعدناكم ان احنا لو حصلنا على شنطة رمضان اللي بتقدمها اتصالات او كرتونة رمضان بتقدمها اتصالات في عروض نجمة 011 شباك، هنفتحها ونقول لكم جواها ايه. الكرتونة زي ما انتم شايفين اهي كده بتيجي كده زي ما انت اهو شايفها، كازيون واتصالات، ويبقى بالطريقة دي تمام. كرتونة شكلها حلو يعني، ودي الناس او الماركات اللي متعاونة مع اتصالات وكازيون تمام. الكرتونة انت بتكسب بتشحن بالمبلغ المطلوب، بيجيلك رسالة بالهدية. لو اخترت الشنطة بيجيلك رسالة ان انت كسبت شنطة رمضان صالحة لمدة يومين، بتروح تاخدها من اي فرع كازيون، بتدي او تروح هناك المندوب بيقول لك اتصل برقم معين بتكسب الشنطة تمام، وبيديها لك عادي مفيش اي مشكلة ومحدش يشتكي من اي حاجة. هنشوف بقى الشنطة دي او الكرتونة محتوياتها ايه. هنفتح اهو تمام، فيها 3 اكياس مكرونة اللي هي الخواتم ديت، ومكرونة اللي هي بتاعة البشاميل اللي هي الفرن، وفيها مكرونة اسباكيتا تمام، وفي برطمان صلصة او برطمان وكسين رز، وإزازة زيت 3/4 لتر مرجان، وكيس سمنة اسمها مرجانة برضو شكله شيك كده وحلو، وكيس سكر كيلو للويل تمام. الكرتونة جميلة، تعمل لها هي 68 جنيه، بتكسبها انت من اتصالات بعد ما تشحن بالقيمة المطلوبة 15 جنيه او 20 جنيه او زي ما يجي لك في قائمة العرض. انت حضرتك حتى لو مش محتاجها انت ممكن تاخدها وتوديها لأي حد تدخل عليه سعادة في رمضان، كل عام وانتم بخير، وانت استخدمتها برضو مش وحشة، هدية كويسة قوي من اتصالات. زي ما وعدناكم احنا فتحنا الكرتونة اهوت، وتابعونا وان شاء الله هنقول عروض كمان جديدة لكل شركات المحمول، ونقول اي فكرة جديدة او اي فيديو جديد ان شاء الله هننشره. لو احنا عملنا حاجة او في حاجة عايزين تضيفوها ضيفوها في التعليقات، كمان ادعمونا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.